سيدتي سادتي، مرحبا بكم في جريدة كانال 36. في الخبر الرياضي، أثيرت من جديد قضية استعمال المنشطات، وذلك بمناسبة البطولة الوطنية للتبوردة، حيث اكتشفت مختبرات VIP تعاطي الحصان المسمى صفيح الذهب لعينة منشطة من الشمندر المخصب بمادة السوبرادين، وهي مادة يحظر استعمالها في الأعلاف الأولمبية مثل الشعير والبارات التبن والملاس. وطلبت الجامعة الدولية للخيانة بتوقيف الحصان لمدة عامين، حيث سبق له تعاطي نفس المادة المنشطة من قبل خلال البطولة العربية للخيالة التي نظمت بنادي بن مسيك بالقاهرة، كما سبق له أن اعترف بإدمانه على مادة نيكوتين النخالة الغير المصفات، وبناء على ذلك تقرر تجريده من جائزة سيرجي الذهبي، مع الحكم عليه بجر عربة الكوتشي لمدة 6 أشهر ودفع غرامة مالية ستقرر قيمتها فيما بعد. يذكر أن حصان صفيح الذهب كان في ملكية محمد يوليدي من نادي إسطبل ولاد غانم قبل انتقاله إلى نادي ريال مدريد. خلال شهر رمضان تظهر كثير من الهوايات الموسمية المرتبطة بهذا الشهر الكريم، تظهر بظهوره وتختفي باختفائه، وحين اختفائه لابد من أن نصبر وننتظر قدوم رمضان من جديد بهائها ورونقها. كاميرا الجريدة تابعت لنا بعضا من هذه المهن الرمضانية المحبوبة. من المهن الرمضانية كذلك اللي كتعطاها واحد العدد كبير من الناس بيع الشباكية. لا شباكية صنع يدوية، هذا هو الشعار ديالك. طيب، واش هذه هي المهنة الرسمية ديالكم المعلم؟ لا، أنا موظف ولكن كنشد الكونجي ديالي في رمضان، لأن كنبغي ندوزو مع جو عائلي، كنجمع العائلة كلها كنتعاونو، شكي طيب شباكية، شكي طيب غريبة، شكي طيب رزق القاضي، وكنديرو العمى مولاي واحد الطويب لا قدام باب الدار، وكندوزو العطلة في أمان الله. ولكن لاحظنا أن الناس كيجيو كياخدو الشباكية وما كتخلصوش معنا. لا، أنا كنبغي غير صحاب الفورمي. واش يمكن لك توضح للمشاهدين؟ فقبل رمضان كنجمعوا الاشتراكات من عند الناس، وكان انهم تايقين فينا وضايقين حلاوتنا. عندهم اسيدي الخدمه ديال الاشتراك العادي كيكمل كيمكن ليه باش يبقى ياكل عندنا الشباكيه رمضان كله حتى نهار العيد، وكيخلصنا مع الفطره. كاين كذلك الخيرات الوفاء اللي كيخول لمولاه باش يربح 4 ديال المسمنات، وكيشارك معنا في طومبولا يقدر يربح فيها سكوتر ولا تروتينات. وليل 27 كنديروا العام سيدي واحد البروموسيون ديال اللي شرا كيلو يربحوا بجوج كيلو. يعني عندكم اشكال مختلفه لاكل الشباكيه. ايه، ونزيدك اسيدي عندنا سيدي الحصه الجزافيه او الفورفي، اللي هو عباره على واحد الخدمه تشري 3, 5, 10 كيلو تاكلهم مقسم ما بغيتي، انت حر. ولكن الى المنخرط ما كملش الحصه الجزافيه ديالو. وفي هذه الحاله كنخبيو ليه حقه حتى لرمضان الجاي، الناس دايرين فينا الثقه، لان كنبيعوا لهم الفري ماشي الايميتاسيون، ماركه مسجله. قولوا عاود المعلم. الله يجيب تيسير. تبارك الله عليك سيدي. هاد المهنه ديالكم المعلم موسميه، كتخدموا يلاه مره في العام. واش هاد العمل ديالك النفار هو العمل الرسمي ديالك او لا عندك شي عمل اخر؟ اولا هاد الكلمه ديال النفار هي خطا شائع. وشنو هو الصواب؟ الصواب هو عازف الليل. طيب، هاد المهنه ديالكم واش كتطلب شي مواصفات خاصه؟ من طبيعة الحال النفار المعلم أو العازف المعلم ديال الليل هو اللي كيفيق الكبار بلا ما يفيق الوليدات الصغار، يعني الناس اللي حق عليهم، وخصو يدير التنفيرة الأولى فقط العيالات اللي غيطيبوا السحور، بعد هنيها كيدير التنفيرة الثانية كيفيق الرجالة باش يتسحروا، ماشي بحال دوك الهوات اللي كينفروا من الطرف، كيفيقوا غير الولاد الصغار كيخلعوهم وكيخليو الكبار ناعسين. واش كتعيش من هاد الحرفة المعلم؟ لا، هذا عمل انساني، هذا عمل تطوعي. واش كتخدم بها العام كامل؟ ما يمكنش تخدم بها العام كامل، لان رمضان كاين غير شهر. ومن غير رمضان؟ من غير رمضان كنخدم مع الدقيقيه في الهديه، كنخدم مع الدقه المراكشيه، كنخدم مع قناوه الموسيقى الروحانيه،
وإلا كانت القضية عيانة ما كاين والو كاع كندير شوية ديال فاريتي بوب، شوية ديال جاز بلوز، كنعرف ليس أمسترون، كنعرف تشارلي باركر، ديزي جيليسبي، يعني كندير شوية من هنا وش كنقدر نمشي للخارج كاع كندير هذاك الشيء ديال الأوبرا. دابا غنمشي في راس العام لروما غندير واحد الحفلة مع بافاروتي وماريا كالاس، ودابا راه وعدوني باش يديروا لي واحد النفار إلكتريك. شكرا شكرا شكرا. ومن المهن الرمضانية كذلك هذه المهنة التي صادفنا صاحبها في طريقنا، اش كدير المعلم؟ كنمضي المواس. كيحتاجوهم الناس في رمضان؟ لا في العيد الكبير. ولكن المعلم العيد الكبير باقي عليه الحال. ايوا يلا يلا ها على ما يمضوا المواس ويحفاو الجوانط وحنا شادين طريق. تبارك الله عليك المعلم. عيد الأضحى مبارك سعيد. في الملف الإفريقي لم يتوصل الوسطاء الأفارقة إلى حل النزاع الدائري بين الفورول والجيمبي، وذلك على الرغم من سلسلة من المفاوضات السلمية الماراثونية. مبعوثنا الخاص إلى الفورول وفانا بالمراسلة التالية. بالفعل انتهت اليوم الجولة الثالثة من المفاوضات السلمية للقمة الأفريقية المصغرة لحل نزاع الدائر بين السيد لوران فيليكس ديالو زعيم طائفة الجيمبي والسيد ماوري إيزاك بوندوبا حكيم جبهة الفورولو. انتهت بالفشل بعد اتهام هذا الأخير السيد لوران فيليكس ديالو بالتملص من مسؤولياته بخصوص قضية زرافة مولاي إبراهيم، إذ خاطبه أثناء الاجتماع قائلا ما نقول ولي دار فين زرافة إيه؟ فرد عليه ديالو قائلا عندي زرافة. ومعلوم أن ما يعرف بقضية زرافة مولاي إبراهيم بدأت مطلع السنة الحالية بعد نشوب خلاف بين طائفة الجيمبيين والفورولو حول اقتسام زرافة في ملكية الجيمبيين، كانت قد وضعت توأمان هنا بأدغال الفورولو الذين طالبوا بحقهم في أحد التوأمين على الأقل بحكم أحقية مسقط الرأس حسب الدستور الفورولوري حسب الدستور المعمول به هنا. وقد حاولنا جاهدين أخذ اعتصامات السيدة الزرافة في هذا الموضوع، لكنه تعذر علينا ذلك بسبب تواجدها بمحمية سافانا ماساي حيث تقيم كلاجئة ريتما ريتما. لكانال ترانسيس حمادي طرزان عضان. إنها فعلا لمهنة المتاعب. إلى هنا تنتهي جريدتنا، نشكر لكم حسن المتابعة ونرجو لكم أوقاتا طيبة مع باقي برامج كانال ترانسيس. إلى اللقاء. ألو السلام عليكم، هذا فلان بن فلان من البلاصة الفلان فلانية. نعم تفضل اسي. انا كنحمل راسي كنشترك الوراق. ايه اي ورقه شديتها كنشترقها، جورنال، ورقه، فاكتوره ديال الماء، فاكتوره ديال الضو، فلوس، اللي كان كنشترقه. وملي كنشترق داك الشيء كنحسب راسي في الانتعاش وفرحان. كتشترق بيديك ولا كتقطع بالمقص؟ لا سيدي كنشترقها بصباعي، ولكن يدي كيوليو نضم المقص. كنشترق كل شيء، كل شيء دزت فيه، طلعت صدادر، المخاد، ليزور، الفاطي، كل شيء دزت فيه. تم الدراري حسنت ليهم بلا ما، المرار درت ليها كوب كارسون، وملي كنسالي من هذا الشيء كندوز الخيوط، نقطع الخيوط ديال الضو، نقطع الماء، نقطع الحش، نقطع الجدر، نقطع الطريق، نقطع الكار، وكل شيء وليت كنقطعه، كنعرف دابا نقطع حتى التليفون. ها انت. شتيش؟ الو. قطعتي؟ دابا انا اللي قطعت. ايوا سير اولي سير، راه مقطع منك لياس على كل حال سير. شفتي اش قلت لك؟ شفتي اش قلت لك؟ شفتي اش قلت لك؟ شفتي اش قلت لك؟ شفتي اش قلنا لك؟
بام 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 بام. اش هذاك شي فوق راسك؟ فين فين فين؟ هنا. خلعتيني هادو غير نضادر، ولكن نضادر ما كنديرهمش فوق راسنا. وفين كنديروهم؟ في عينينا. ياك علاه انت عندك العينين فوق راسك ولا في عينيك؟ في عينيا. حينت عندنا العينين هنا، ما كنديروش نضادر هنا، كنديروهم هنا. الله يلا. إذن اش قلنا اليوم؟ باش نلبسو نضادر مزيان خاصنا نديروهم في عينينا باش ما يطلعوش لينا في راسنا. تيو تيو.